سلام الله عليكم مشاهدينا ساعات تفصلنا عن هدنة الأربع أيام التي جاءت نتيجة وساطات من عدة أطراف بينما العدوان على غزة رغم هول التدمير والقتل والتوغلات البرية لم يحقق لإسرائيل أي من أهدافها وهي تتوعد بمواصلة القتال وعلى مستوى الإقليم فإن حجم الإدانات الصادرة عن دول المنطقة أظهر شرخا عميقا وواضحا بينها وبين الولايات المتحده والدول الغربيه عموما وطوال ايام العدوان كررت الولايات المتحده تهديدها لايران وحزب الله وقوى المقاومه محذره هذه الاطراف من توسيع الحرب على اسرائيل بينما قامت هي بتوفير الدعم اللامحدود لاسرائيل لمواصله الحرب دون اي اعتبار للقانون الدولي او الاعراف والقيم الدوليه والانسانيه مشاهدينا حول الموقف الان في غزه في ضوء التطورات الحاصله نستقبل في هذا الحوار الخاص معالي وزير الخارجيه الايرانيه الدكتور حسين امير عبد اللهيان دكتور حياك الله نرحب بك في بيروت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ايضا احييكم واحيي جميع المشاهدين لقناة الميادين القناة النشطة وأود أن أستفيد من هذه الفرصة وأغتنمها وأترحم على جميع أرواح شهداء فلسطين ولبنان والمقاومة وأيضا الشهداء المراسلين والإعلاميين لا سيما المراسلين النشطين لقناة الميادين والذين استشهد يوم أمس في جنوب لبنان إثر هجمات وحشية للكيان الصهيوني. شكرا لهذه التعزية مع الوزير الزيارة إلى بيروت ما هي عناوين زيارتكم لبيروت ومحصلة ما, ما تم من مباحثات حتى الآن <applause> بطبيعة الحال فإن الظروف في المنطقة هي ظروف خاصة نحن نواجه ظروفا معقده في هذه المنطقه بعد مضي سته اسابيع من عمليه طوفان الاقصى والتي نعتبرها اجراء مهما ومتطابقا مع القانون الدولي والتي قامت بها حماس ضد الاحتلال فهو كان ردا على وبعد ذلك طبعا وبعد ذلك طبعا آه كانت طبعا هذه العمليه كانت ردا على جرائم الصهاينه وبعد ذلك شهدنا ايضا جرائم وحشيه لامريكا والكيان الصهيوني ايضا ضد آه الشعب الفلسطيني في غزه والضفه الغربيه وحتى سكان المدنيين في جنوب لبنان طوال سته اسابيع الماضيه. اليوم وفي ظل هدنه انسانيه والتي طبعا بدات المفاوضات حولها قبل اسابيع، هناك بعض الاخبار التي تؤكد انه من يوم غد ستطبق هذه الهدنه وستمتد الى اربعه ايام او سته ايام. نحن متواجدون اليوم هنا في لبنان لكي نتشاور حول اخر التطورات مع المسؤولين في لبنان بالنسبه لنا فان الحوار مع المسؤولين في لبنان و دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس ميقاتي وايضا نظيري السيد بو حبيب وباقي الاصدقاء والزملاء في لبنان بخصوص التطورات في المنطقة دائما هذا الحوار كان مفيدا بالنسبة لنا ولطالما لدينا مشاورات مستمرة مع اصدقائنا في المنطقة وفي لبنان و ونتابع هذا المسار في المراحل المختلفه اليوم قد تطرقنا الى مواضيع مختلفه وطبعا هناك مواضيع مختلفة اليوم، هل, سيستم... هل ستستمر هذه الهدنة أو هل ستستمر الحرب؟ كيف سيكون مستقبل غزة وفلسطين؟ تطورات المنطقة إلى أين ستتجه؟ سلوك أمريكا والكيان الصهيوني في اليوم الذي يلي الهدنة ووقف إطلاق النار، كيف سيكون كل هذه المواضيع؟ ترتبط بامن المنطقه انا في الاسبوع الاول من الازمه قلت بصراحه في منظمه الامم المتحده ان هذه هي منطقتنا وهذا هو هذه هي دارنا وبيتنا وليس لدينا اي مجاملات مع اي هذه العناوين التي بحثتوها في بيروت سوف نسال عنها تباعا نبدا من الهدنه التي سوف تدخل حيز التنفيذ خلال الساعات المقبله هل الجمهوريه الاسلاميه طرف في مفاوضات الوصول الى هذه الهدنه؟ طبعا صاحب بالطبع ان حماس هي صاحبه القرار المقاومه هي صاحبه القرار لكن منذ الساعات الاولى التي طرح موضوع امكانيه اقامه هدنه انسانيه فنحن تشاورنا مع اصدقائنا في قطر بخصوص هذا الامر وبشكل مستمر ونحن نرحب باي قرار تتخذها حماس تتخذه حماس ونحترم هذا القرار لكن كما اظهر 47 40 يوما من هذه الحرب فان الكيان الصهيوني لا يستطيع ان يطلق سراح ويحرر اسراه عبر الحرب فان الحوار والدبلوماسيه بخصوص الاسرى الفلسطينيين والاسرائيليين يجب الاتفاق عليه كما نراه الان اليوم اذا في موضوع التطورات في غزه فالحقيقه هي انها ان اسرائيل وامريكا غير قادرتان غير قادرتين على انه أن يعرفوا حماس في غزة أن يقضوا على حماس في غزة وهي حركة تحررية وحركة مشروعة وحماس هي واقع وستبقى في فلسطين لكن نهاية هذه الحرب سيكون بصالح المقاومة المنتصر في هذه الحرب هو الشعب الفلسطيني والمقاومه، لكن حتى اليوم فان الخاسر الرئيسي لهذه الحرب هي امريكا والكيان الصهيوني ما هو معالي الوزير تقييمكم في طهران لهذه الهدنه في ميزان الحرب وانتم تراقبون هذه الحرب وهل هناك من ملاحظات او محاذير يمكن ان توجهها الجمهوريه الاسلاميه لاصدقائها لحلفائها في حركات المقاومه الفلسطينيه حول هذه الهدنه بمعنى هل لديكم هواجس او مخاطر او ملاحظات على هذه الهدنه طبعا ما بتصميمي نحن نحترم القرار الذي تتخذه تتخذه حماس بوصفها صاحبة القرار، نحن نعتقد بأن حرب إسرائيل وأمريكا ضد فلسطين فهو, فهو لا ينهي هذا الموضوع بل سيؤدي, الاسلين الاسلين بل, 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 بل سيؤدي إلى اتساع نطاق الحرب. نحن في الأسابيع والأيام الاولى لجرائم الحرب والابادة الجماعية لاسرائيل ضد غزة فقد حذرنا من ذلك بانه اذا تستمر الحرب ف فتح جبهات جديده واتساع نطاق الحرب امر لا مفر منه اليوم نحن نشهد بان هناك جبهات جديده من جنوب لبنان وصولا الى اليمن وسوريا والعراق جاءوا لمساعده غزه انا الاسبوع الماضي كنت في جنيف وصرحت بهذا الموضوع بانه نحن كجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ليست لدينا اي فصائل تعمل بالوكاله لنا بل الفصائل هم يقررون وهم وفقا لمصالح بلدهم وبلدانهم ومصالح الامه الاسلاميه والعربيه يقدمون على الإجراءات أن شابا عراقيا يمنيا سوريا مسلما وعربيا لا يستطيع أن يتفرج فقط على القتل المدنيين في غزة وأن يكون غير مبال لذلك لذلك ما يسمى اليوم بالهدنة الإنسانية نحن نعتقد بسبب ان الطرف الامريكي والاسرائيلي لا يستطيعان ان يقضوا على حماس عبر الحرب، فخلال 47 يوما ماضيا فقسم من منازل والمدارس والمشافي قد دمروا هذه الاماكن. وأدى ذلك إلى اتساع نطاق الحرب إذن فهدنة تؤدي إلى وقف جرائم الكيان الصهيوني يؤدي إلى منع اتساع نطاق الحرب لكن أنا أعتقد بأنه إذا هذه الهدنة التي ستدخل حيز التنفيذ من يوم غد وبالجهود التي بذلها بعض الأطراف إذا لا تستمر هذه الهدنة فان استمرار الحرب واستمرار الاعتداءات ضد المدنيين في غزه وتبادل الاسرى فسيحدث تطورا جديدا وظروفا جديده في المنطقه ظروف المنطقه لا تبقى مثل ما كان عليه قبل الهدنه الانسانيه بل ستكون هناك ظروف جديده واتساع لنطاق الحرب وزياده حده الحرب في المنطقه لذلك نحن نقول بكل صراحه ووجهنا في رسائلنا بكل صراحه للاعبين المختلفين والفاعلين المختلفين قلنا للامريكيين للجانب الامريكي بانه انتم تطالبون ايران وحزب الله وباقي الاطراف بالالتزام بضبط النفس وترسلون رسائل بان امريكا لا تريد توسيع نطاق الحرب اذا فعمليا ايضا يجب ان تسعوا من اجل وقف الحرب لا أن نشهد بأنه بشكل كامل وشامل تقفون إلى جانب إسرائيل ككيان محتل وتكون لديكم وأنتم طبعا تكونوا شريكين في هذه الجرائم نحن في ايران لا نتطلع الى اتساع نطاق الحرب لكن في حال استمرار الحرب وزياده حده الحرب ضد غزه وفلسطين في المنطقه فهناك توجد اي احتماليه لاتساع نطاق الحرب لكن في حال استمرار الهدنه ووقف اطلاق النار وطرح المبادرات السياسية على الطاولة التي تحقق حقوق الشعب الفلسطيني فبالطبيعة الحال الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار نحن اليوم نتلقى بعض الأخبار على مستوى المنطقة بأنه المسؤولون الأمريكيون يدرسون كيفية إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب سوف نسال عن هذا معالي الوزير لكن قبل قبل آآ آآ ذلك آآ آآ ايران آآ قالت بانها تلقت رسائل من الولايات المتحده الامريكيه خلال الاسابيع الحرب والولايات عفوا والولايات المتحده الامريكيه هددت ايران في العلن واحضرت حاملات طائرات الى المنطقه وجنود واسلحه وقالت ان هذا السلاح في المنطقة لمنع توسع الحرب أو لردع أطراف أخرى من المشاركة في هذه الحرب هل يمكن مع الوزير أن نطلع على بعض أو ما يمكن أن نطلع عليه من الرسائل التي وصلتكم من الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذه المسألة نعم نحن, نحن ليس لدينا أمر خفي في هذا الأمر إن الأمريكيين ومنذ الأيام الأولى للهجوم الوحشي الصهيوني ضد غزة فقد وجهوا رسائل إلى إيران أحد المواضيع التي كانت تهتم به أمريكا هو كان أنه كانت توصي وتنصح إيران بالالتزام بضبط النفس الطلب الثاني هذا كان الطلب الأول لأمريكا الطلب الثاني لهم فأن أمريكا أكدت في رسائلها بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتطلع إلى اتساع نطاق الحرب وتقريبا في كل الرسائل التي وجهتها أمريكا تطلب من إيران بأن تنصح الفصائل المتواجدة في العراق وسوريا واليمن والمنطقة لا يقومون لا يقوموا بأي إجراء ضد إسرائيل والقواعد الامريكية فإن إيران قالوا بأنه تنصح هذه الفصائل كي لا يقوموا بأي عمل ضد المصالح الامريكية في المنطقة أولا إذا اليوم في العراق وفي سوريا هناك فصائل وهم طبعا بقرارهم يعملون ضد امريكا فهم لا يستاذنوننا لذلك فهم لا يخضعون لاوامر واداره ايران، نحن قلنا بكل صراحه بان ايران ليس لديها اي فصائل أو مجموعة تعمل بالوكالة لها. إن الشباب العراقي الذي يحارب ضد داعش والذي يحارب ضد الاحتلال خلال أعوام 2003 إلى 2011 والذي كان فيها أمريكا كانت تحتل العراق وكان يشهد الشباب العراقي بأنه أكثر من مليون ومية ألف عراقي منذ عام 2003 إلى 2019 وتسعة عشر استشهدوا وقتلوا هناك استعد بعد عام 2011 وآحد لمواجهة داعش اليوم فمن أجل استقلاله ومن أجل الدفاع عن أخيه المسلم والعربي يهاجم قاعدة أمريكية في العراق أو في سوريا اليمن قرر بانه من اجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم ان تطلق صواريخ باتجاه ايلات وهي مدينه محتله من قبل الكيان الصهيوني واستهدفتها بصواريخها البالستية أو طائراتها المسيرة هذا هو قرار يمني هذا هو قرار عراقي وسوري وما يحدث أيضا في جنوب لبنان هو قرار اتخذ داخل لبنان وعبر المقاومة اللبنانية إذا الجميع يسعون من أجل الأمن الوطني لبلادهم وأمن المنطقة ونحن ليس لدينا أي مجموعة تعمل لنا بالوكالة ونحن لا نصدر أي أوامر لأي من الفصائل وطبعا لا نمنع أي من الفصائل بأنه لا يتخذون إجراء صحيح هذا الكلام معالي الوزير لكن هم بالمقابل يعتبرون بأن إيران هي من سلحت هذه القوى يعني إذا نظرنا إلى قطاع غزة في العام 87 عندما اندلعت الانتفاضة الأولى في العام 87 واجه الفلسطينيون الدبابات الاسرائيليه والقوه العسكريه الاسرائيليه بالحجاره اليوم المقاومه الفلسطينيه هناك شجاعه نعم هناك تصميم نعم هناك قرار فلسطيني مستقل نعم لكن السلاح الذي تضرب به الدبابات الاسرائيليه الصواريخ التي تطلق على المدن الاسرائيليه دفاع الفلسطينيين عن فؤسهم مختلف دفاع العراقيين عن انفسهم اختلف حزب الله في العدوان 96 كان يستخدم الكاتيوشا، الان لديه صواريخ دقيقه، لديه ايضا قدره على المواجهه بشكل اكبر، هم يقولون بان ايران هي من تتحمل هذه المسؤوليه، والرئيس الايراني في القمه العربيه الاسلاميه دعا بشكل واضح الى التسليح الفلسطينيين وارسال السلاح الى غزه. نعم فخامه رئيس الجمهوريه الاسلاميه دكتور الدكتور رئيسي خلال كلمته قال بكل صراحه بانه اذا يستمر الجرائم والاباده الجماعيه في غزه ولا يتوقف فان الدول الاسلاميه ومن اجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومن اجل الدفاع عن النساء والاطفال في فلسطين يجب ان يسلحوا ويزودوا المقاومه بالسلاح لكن اليوم نحن نتحدث عن هذا اليوم اليوم المقاومه هي لديها إمكانات وأسلحتها التي تحتاجها وتنتجها وتوفرها إن السلطات الغربية في تقاريرهم يعلنون بأنه على الأقل 30% من الأسلحة التي أرسلت إلى أوكرانيا خلال العامين الماضيين فقد كانت في السوق السوداء وفي سوق تهريب السلاح في المناطق المختلفة للعالم وقد تم بيع وشرائه هناك. واليوم السلاح عداء توفير السلاح وإنتاجه وصفش. بالنسبة للمقاومة هو عمل بسيط جدا اليوم المقاومة هي تقوم بإنتاج السلاح وهي أيضا تقوم بتوفير السلاح من نعم. السوق مع الوزير الأوكرانية الوقت يعني ضاق كثيرا وأنا لدي كثير من الأسئلة لكن سأختصر أسئلتي بثلاث نقاط الأولى يتعلق بالمساعدات التي أبدت إيران إرسالها إلى قطاع غزة وإلى الشعب الفلسطيني المنكوب وإيران دائما سباقة في هذا الأمر في كثير من الأزمات ولدى كثير من الدول والشعوب لكن هذا اصطدم ببعض العقبات هل انتهى الأمر عند هذا الحد أن إيران لن تستطيع أو غير مسموح لها أن ترسل المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة هل موهز. هذا الموضوع حسم نحن منذ الأسبوع الأول من جرائم الحرب الصهيونية ضد غزة ارسلنا مساعدات وفرنا مساعدات انسانيه واسعه الى غزه وعبر البر وعبر السفن ارسلنا ذلك الى مصر وان السلطات في مصر ومن اجل ارسال مساعداتنا عبر السفن والبواخر قد منحتنا التراخيص اللازمه انا شخصيا تحدثت مع معالي الوزير سامح الشكري في هذا الموضوع فقلنا لهم انه قد اوصلوا مساعدتنا الى اونروا الى منظمه اونروا لكن بسبب الحساسيه التي كانت لديها اسرائيل فقالت اونروا بانه لا تسمح دخول مولدات الكهرباء الى غزه وبعد ذلك قالوا انه اي بضائع باسم ايران نحن نمانع ذلك ولا نسمح بدخولها الى غزه. نحن بشان هذا الموضوع نتابع هذا الموضوع حاليا مع السلطات في مصر طبعا انا قلت قلنا لاخواننا في مصر انه بسبب الظروف الخاصه التي تعيشها غزه لا ننسى بان اكثر من خمسة عشر ألف طفل وامراه ومدني ومدني قد استشهدوا في الهجمات الهمجيه للكيان الصهيوني واكثر من مليون شخص قد تم تهجيرهم وأيضا باقي الناس الذين هم على قيد الحياة الآن بسبب فقدان الأدوية والغذاء والمياه الصالحة للشرب فهم يتوفون لذلك نحن طلبنا الصريح من إخواننا في مصر والسلطات في مصر هو أنه من دون الالتفات بهذه القيود أن يفتحوا معبر رفح وأن يسمحوا لوصول المساعدات الإنسانية الواسعة للدول المسلمة والمسلمين ودول العالم لوصولها إلى الشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم والمقتدر في غزة النقطة الثانية مع الوزير تتعلق بالسلاح النووي الإيراني السلاح النووي الإسرائيلي هذا الموضوع الذي يعني رفعت الصوت فيه إيران بناء على تهديدات وزير إسرائيلي بضرب غزة بالسلاح النووي هل ستتابعون هذا الموضوع خاصة بأن تركيا لديها نفس الاهتمام الذي لدى إيران بهذا الموضوع وتحدثت تركيا وزير خارجيتها بشكل مباشر حول وطاء حتى الرئيس أردوغان وطالبوا الوكاله الدوليه بفتح هذا الموضوع بناء على اعتراف اسرائيل بامتلاك هذا السلاح. هذا الموضوع سيتابع من قبلكم مع الوكاله ومع باقي الدول في المنطقه. ستة اسابيع من الجرائم والاباده الجماعيه للكيان الاسرائيلي ضد غزه والضفه الغربيه. اظهر بان واجب المجتمع الدولي ان يركز على موضوعين الموضوع الاول تجريد الكيان الصهيوني من السلاح النووي الكيان المثير للحروب، خاصة أن هذا الكيان تكون يكون لديه أيضا العزيمة والإرادة لاستخدام هذا السلاح، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تعمل بشكل جاد في هذا الملف وأن تجرد هذا الكيان من السلاح من هذا السلاح. الامر الثاني الذي يساعد في تحقيق الامن والاستقرار في منطقه غرب اسيا هو بانه يتم عقد محكمه دوليه لمحاكمه المجرمين والمرتكبين للجرائم في هذه الحرب والذين استهدفوا المدنيين في هذه الحرب يجب تشكيل هذه المحكمه لكي يكون لكي تكون درسا لباقي المجرمين. قال شخص بانه ساله احد المسؤولين الغبيين قال لي بانه سال حفيد من مسؤول امريكي بانه كيف تفسرون ما جرى في غزه؟ انا وقال بانه انا لا استطيع ان الرد على كلامه بسبب التناقض الموجود في سلوكنا في الغرب بالنسبة للمواضيع المختلفة والازدواجية للمعايير الذي التي نشهدها في العام الماضي بسبب وفاة فتاة إيرانية أمريكا وبعض الدول الغربية حاولوا أن يورطوا إيران في الاضطرابات وقد شكلوا لجنة تقصي الحقائق من أجل هذا الموضوع في مجلس حقوق الإنسان أنا الأسبوع الماضي في مفوضية حقوق الإنسان في جنيف قلت لهم بأنه من أجل وفاة فتاة إيرانية والذي طبعا نحن تأثرنا بذلك ماذا فعلوا في مجلس حقوق الإنسان واليوم ومن أجل استشهاد أربعة عشر ألف من النساء والأطفال والمدنيين في فلسطين والإبادة الجماعية في فلسطين لم يصدر أي قرار في مجلس الأمن ولا يتم عقد اجتماع لمجلس حقوق الإنسان وأيضا لا يتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من أجل من أجل دراسة والبت في جرائم الحرب التي ترتكبها يرتكبها الكيان الصهيوني هذا هو الواقع المرير لعالمنا اليوم فان المقاومه المشروعه وفقا للقانون الدولي ضد الاحتلال ضد الاحتلال الصهيوني هو اللغه التي يفهمها مثيرو الحرب في الكيان الصهيوني وهذا وهذا يقودنا مع الوزير الى السؤال الاخير رغم اني تجاوزت الوقت لكن بما انك ذكرت هذا الموضوع التجاوز على القانون الدولي على الاعراف الدوليه على القيم الكونيه ويعني في نوع من احتقار اصلا القانون الدولي والمعايير الدوليه وحتى المنظمات الدوليه التي كانت تتحدث عن جرائم حرب طوال هذا الوقت وكان في محاولات من قوى لتشكيل عالم اكثر اكثر عداله لكن الا تعتقد معي الوزير بان الحرب على غزه في وأربعين يوم التي مرت اثبتت بان الشركاء الدوليين لايران مثل روسيا والصين لم يكن لديهم هذا النفوذ او لم يكن لديهم هذه القدره او الدبلوماسيه الحاضره والموجوده في منطقه في منطقتنا هنا في منطقه الشرق الاوسط او غرب اسيا وان الساحه كانت مفتوحه للقاده الغربيين الذين تقاطروا وتوافدوا وكلهم جاءوا ليتضامنوا مع اسرائيل وليطلبوا منها مواصله القتال ودعمها الا تعتقد ان شركائكم الدوليين ادائهم مخيب في هذه الحرب؟ النقطه هو انه خلال 75 سنه الماضيه ان الولايات المتحده الامريكيه هي تحاول من اجل ان تدعم اسرائيل كطفل مدلل لكن بالنسبه لامريكا فإن العقود المختلفه أظهرت بأنه لا يوجد هناك أي أنه لا من غير ممكن أنه أي مشروع من دون مراعاة الحقوق الفلسطينيه لا يستطيع أن يحل هذه الأزمه القديمه، ما حدث في يوم 7 أكتوبر أثبت للعالم جميعا وأثبت للمنظرين في العلوم السياسيه والدوليه أثبت لهم بأنه وجود أزمات جديدة مثل الحرب في أوكرانيا فإن الأزمات العميقة والتاريخية والجروح القديمة في العالم لا لا يجعلها في طي النسيان فإن الجرح الفلسطيني هو جرح تاريخي ولم يتم حل حلته عبر أي مشروع أمريكي، الصين وروسيا أيضاً لم يدخلوا بشكل نشط في الملف الفلسطيني حتى الآن طبعا نحن نرحب بمواقف الصين وروسيا في استخدام نقض الفيتو للمشاريع التي طرحتها أمريكا في مجلس الأمن لكن وشكرناهم بذلك لكن نحن نطالب الصين وروسيا وباقى الفاعلين الدوليين بأنهم يرون الواقع والحقيقة ويعرفون الاحتلال جيداً وأن جذور الوضع الحالي في المنطقة ليس في السابع من أكتوبر بل قبل خمسة وسبعين عاماً والاحتلال الصهيوني في فلسطين هذا هو جذر هذه المشكلة فلذلك عبر اتخاذ دبلوماسية جمهورية الإسلامية إيرانية عبر اتخاذ توجه فعال من أجل وقف جرائم الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية وحيلولة دون تهجير القسري للسكان الفلسطينيين وغزة قام قمنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإجراءات فعالة بهذا الشأن واقترحنا بعض المبادرات مع بعض الدول الأخرى وأدى ذلك إلى عقد اجتماع استثنائي للدول الإسلامية والعربية وايضا قمه بريكس وايضا مبادرات اخرى نتابعها نحن بكل جديه نحن نعتقد بان الاراضي الفلسطينيه المحتله قد غيرت قاعده دوله محتله وحتى حتى الشعب الذي يخضع للاحتلال اذا لا يتم تحريره من ذلك واذا لا يحصل على اراضيه فقاعده الاحتلال تسود في تلك المنطقه، انتم تعرفون انه فرنسا كانت خاضعه للاحتلال طبعا الجزائر كانت خاضعه للاحتلال من قبل الفرنسيين لكن بعد ذلك الجزائريون استطاعوا ان يحرروا ارضهم جرائم الصهاينه في غزه البعض حاول ان يوحي بان هذا هو حق اسرائيل لديها حق دفاع مشروع لمواجهه الفلسطينيين لكن نحن قلنا بكل صراحه في اليوم الذي احتلت المانيا فرنسا هل هل وضعتم حق دفاع مشروع لالمانيا او لفرنسا؟ لا تستطيعون بانه في مكان واحد في مكان واحد نرى منطقا وفي مكان اخر نرى منطقا مختلفا، لكن الان ونحن نشهد هذه الهدنه الانسانيه بين المقاومه في حماس والطرف الاخر، فتم ذلك طبعا بجهود قطر وبعض الاطراف الاخرى، نحن وفي جميع المراحل على علم كنا على علم بهذه المفاوضات لكن انه ماذا سيكون القرار؟ بطبيعه الحال القرار يجب ان تتخذه حماس والاطراف الفلسطينيه ونحن نعتقد بان هناك مساران امام المنطقه والفاعلين الرئيسيين، المسار الاول هو الهدنه الانسانيه ووقف اطلاق نار أن, يتحول. ان تتحول الهدنه الانسانيه الى وقف اطلاق النار مستدام وان يرفع الحصار الاسرائيلي ووفقا للاتفاق السياسي الذي يحصل فان الشعب الفلسطيني والشعب في غزه يحددون ويقررون مصيرهم ومستقبلهم. انا اريد ان اقول لكم بكل صراحه ان امريكا واسرائيل غير قادرين أن يتخذوا القرار بدلا عن الشعب الفلسطيني. لهذا السبب فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد بأن الحل الجذري والأساسي للأزمة في فلسطين هو إجراء استفتاء عام بين السكان الرئيسيين لفلسطين بمشاركة اليهود والمسيحيين والمسلمين. مرة واحدة وبعد 75 عاما من احتلال فلسطين يجب على المجتمع الدولي ان تتيح ان يتيح هذه الفرصة للفلسطينيين لكي يقرروا مصيرهم بنفسهم فلسطينيون يهود فلسطين والمسيحيون والمسلمون في فلسطين يجب ان يقرروا ذلك الحل هو ليس في الحرب الحرب لم يستطع ان يطلق سراح الاسرى الاسرائيليين لدى حماس، بل المفاوضات والاتفاق استطاع ان يحقق ذلك. الحرب لا لا تستطيع ان تحقق حلم حلم نتنياهو في القضاء على حماس. نعم اذا استمر وقف اطلاق النار فان سقوط والاطاحه بنتنياهو امر حتمي وفقا لي تقديرات الصهاينة نفسهم، لكن نحن لا نعتبر الحل, الحل الحل هو ليس في الحرب، نحن لا نتطلع إلى اتساع نطاق الحرب، لكن بالنسبة لاستمرار الحرب وزيادة حدة الحرب من قبل أمريكا وإسرائيل وزيادة نطاق الحرب فنحن لسنا غير مبالين أبدا بذلك، نحن نوصي الآخرين بأنه أن يستفيدوا ويغتنموا هذه الفرصة وأن يطلقوا المبادرات السياسية بدلا من الحرب والإبادة الجماعية والجرائم في غزة وأن يكون ذلك بدلا من يعني معالي الوزير فقط لأنك طرحت الرؤية الإيرانية للحل النهائي في في فلسطين كل الدول تقريبا تتحدث عن حل الدولتين بغض النظر ما هو موقف اسرائيل او كيف تتعامل اسرائيل مع هذا مع قصه حل الدولتين، حتى الرئيس الامريكي من سنوات عندما جاء الى المنطقه الرئيس بايدن قال نحن سنتحدث عن حل الدولتين لكن مستقبل في المستقبل بعيد يعني. الكل يتحدث عن حل الدولتين لكن الان انت اثرت وهذا تحدثت عنه ايران ربما في سنوات سابقه. الحل هو في الدوله الواحده. الثنائيه القوميه او متعدده القوميات قائمه على 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 الديمقراطيه على الانتخابات يعني هل تنصحون معالي الوزير بان يتبنى الفلسطينيون النخبه السياسيه والفصائل الفلسطينيه تتبنى حل الدوله الواحده يعني انتم كايران تنصحون الفلسطينيين ان لا يذهبوا الى حل الدولتين وان يتوجهوا الى حل الدوله الواحده أولاً إن الكيان الإسرائيلي ومنذ سنوات ومنذ عقود لها حلم من النيل إلى الفرات وتتابع هذا الحلم. في السنوات والأشهر الأخيرة ووفقاً لمستندات موجودة ووثائق موجودة فإن إسرائيل لها فكرة التهجير القسري لسكان غزة إلى صحراء سيناء في مصر وأيضا التهجير القسري لسكان الضفة الغربية عبر إنشاء المستوطنات إلى أجزاء من الأردن وتشكيل دولة فلسطينية واحدة وموحدة في قسم من أجزاء مصر والأردن هذا ما قاله الرئيس سيسي سي في الاجتماع الدولي في القاهرة وعبر عن معارضة مصر لذلك وقال بأنه الفلسطينيون يجب أن يبقوا في أراضيهم لكن حتى الآن إسرائيل تتطلع إلى تهجير القسري في هذه اللحظة تتابع سياسة في غزة أن أولا تقوم بتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى جنوب غزة وبعد ذلك من جنوب غزة إلى صحراء سيناء في مصر ثانيا إسرائيل أظهرت وأثبتت بأنها خلال 75 عاماً الماضية لا تفهم إلا لغة القوة. الأمر الثالث، الاحتلال ليس ظاهرة مستدامة في التاريخ، لا نستطيع أن نحتل أراضٍ ولا نستطيع أن نضفي المشروعية والشرعية لتلك لذلك الكيان احد المسؤولين الغربيين قال لي لماذا في حين في حال في حين انه نرى بان الكثير من الدول اعترفت باسرائيل لكن ايران لن تعترف بها ردي كان كالتالي بانه ان فلسطين دوله فلسطين هي لا تتعلق بالكثير من الدول بل هي للشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني هو من يجب أن يحدد مصيره ومستقبله نحن نحترم أي قرار يتخذه الشعب الفلسطيني بالنسبة لمستقبله ومصيره آلية إيران هي آلية ديمقراطية بشكل كامل قائمة على استفتاء عام تحت إشراف منظمة المتحدة ومتحدة ومشاركة عالمية نحن في آليتنا نقول بأنه يجب أن يتم إجراء استفتاء عام وقبل الاستفتاء العام بين جميع السكان الفلسطينيين الرئيسيين يهود من المسيحيون والمسلمون يجب أن يتم إحصاء عدد النفوس من قبل الأمم المتحدة في كل في شتى أنحاء العالم ويتم إنشاء صندوق خاص في الأمم المتحدة وأن تكاليف الاستفتاء والإحصاء إحصاء النفوس يتم توفير الاموال لذلك عبر يعني الدول, الدول المختلفه. وجهه نظر اليهود والمسلمون والمسيحيون الفلسطينيون مهما كان رايهم في هذا الاستفتاء اي نتيجه تحصل والشعب الفلسطيني يقبل بتلك النتيجه فان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ايضا تحترم هذا الانتخاب الديمقراطي وهذا المسار الديمقراطي لكن اسرائيل وبعد 75 عاما خلال 46 يوما ماضيا اظهرت بان اسرائيل هي نفس تلك القوه المحتله المجرمه والتوسعيه والحديث عن عن الديمقراطيه وتشدق بها من قبل اسرائيل فهو فكاها في التاريخ المعاصر هذه المره اكيد السؤال الاخير ساطرحه عليك في في يعني في دقيقتين. هذه القضيه الفلسطينيه معالي الوزير الذي امنت فيها الجمهوريه الاسلاميه ودعمتها وبسببها ايران محاصره وبسببها وبسبب هذا العداء لاسرائيل تحملت ايران كل هذه ال... كل هذه المشقه. اليوم هذه القضيه تتحول الى قضيه عالميه وقضيه عداله انسانيه. ونرى كثير من شعوب العالم تتظاهر كثير من نخب العالم بدات تغير رايها. جيل جديد يصعد الان في اوروبا في امريكا اللاتينيه يتحدث عن عداله القضيه الفلسطينيه سياسيون وفنانون والى اخره كيف تراقب ايران هذه المساله وهل تعتقدون بانكم كنتم اقليه ربما ايران ومعها بعض الدول لديها تصميم على دعم المقاومه والكفاح المسلح والى اخره في وقت يعني كل العالم يعني تخلى عن القضيه الفلسطينيه بقيت مجموعه من الدول الان اصبحت هذه القضيه قضيه انسانيه عالميه وتتحول لشيء قريب من ما جرى في جنوب افريقيا بالنظر الى نظام الفصل العنصري نظام الابارتهايد الذي كان في جنوب افريقيا هل تعتبرون ان هذا مكسبا استراتيجيا ام هي لحظه عاطفيه بسبب شلال ونهر الدم الذي كان موجود في غزه طبعا اليوم مرة أن أخرى فإن القضية الفلسطينية قد تحولت إلى موضوع دولي آثار الحرب والإبادة الجماعية طوال 46 عاماً طوال 46 يوماً جرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وأن أن الدعم العلني والواضح لامريكا، ليس دعم الامريكي الواضح لاسرائيل في هذه الحرب قد ترك اثرا كبيرا على المنطقه وقد يترك اثرا كبيرا على المنطقه ودول العالم، لا تترددوا بان موضوع بان موضوع فلسطين ما بعد الجرائم الواسعه الاخيره لاسرائيل في غزه يختلف عن قبل ذلك. لن يكون هذا الامر بهذا الشك بانه نستطيع من يوم غد ان نقول بانه عدد محدود من الدول والشعوب تقف مع اسرائيل. عفوا مع فلسطين تقف مع فلسطين وإسرائيل ليست لديها مكانة في المستقبل بل فئات واسعة من الشعوب والنخب والرأي العام والحكومات بالنسبة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين قد تحركوا من أجل ذلك وبعد قتل ستة آلاف طفل و عدة آلاف من النساء ليس له غير مفهوم إلا مفهوم الإبادة الجماعية وأثار ذلك سيطال الدول المختلفة في العالم وسيصب ذلك لصالح فلسطين وسيكون بضرر إسرائيل وداعميها أنا أود أن أتحدث عن في برنامجكم عن هذا الموضوع بأنه قبل أن يفوت الأوان يجب أمريكا أن تغير مسارها في هذه الجرائم الإسرائيلية أمريكا يجب أن لا, تتح... يجب أن لا تكتب لنفسها هذه الجرائم التي يرتكبها نتنياهو لا يجب أن لا يكون على حساب أمريكا و... فآثار ذلك على المجتمع الدولي سيكون بشكل حيث في الداخل الأمريكي سيحكمون على هذه المرحلة من السلوك الخاطئ لأمريكا في دعمها اللامحدود للكيان الصهيوني جزء من ما حصل في السابع من أكتوبر هو كان نتيجة تطرف وتشدد حكومة نتنياهو المتطرفة وشخص نتنياهو فعواقب ذلك فهم سيدفعونه بالتأكيد لكن أمريكا إذا يرغبون لكي لا يدفعوا الثمن ذلك بدلا من نتنياهو فيجب أن فاختيارهم هذا سيترتب عليهم أيضا عواقبها الخاصة أنا أريد أن أؤكد أنه هناك فرصة سياسية للابتعاد عن الحرب في المنطقه، اذا الامريكيون وفي الرسائل التي وجهوها لايران اذا لا تتطلع على توسيع نطاق الحرب فيجب ان تحاول من اجل استمرار هذا الوضع الهدنه والابتعاد عن الحرب وابعاد المنطقه عن الحرب واتساعها أو أن يجب أن تختار وضع أسوأ في المنطقة يجب أن تختار إحدى هذين الخيارين وإذا تستمر في دعمها اللامحدود لجرائم الكيان الصهيوني فيجب أن تتحمل العواقب الصعبة لذلك مع الوزير دكتور حسين امير عبد اللهيان اشكرك جزيل الشكر وزير الخارجيه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه شكرا جزيلا على هذا الوقت وهذا اللقاء وهذا الجزء الاخير الذي تحدثت عنه يحتاج الى اطلاق ورشه فكريه للمفكرين والنخب العربيه للحديث عن هذه المرحله مرحله ما بعد طوفان الاقصى واثارها في المجتمعات وفي العالم وخاصه في المجتمعات الغربيه شكرا جزيلا لك معالي الوزير من یک بار دیگه در پایان برنامه ادای احترام می کنم مرة أخرى في ختام البرنامج، أترحم على أرواح جميع الشهداء المراسلين والإعلاميين الذين طوال 46 يوما من هذه الحرب أظهروا للعالم حقيقة جرائم الصهاينة في غزة والضفة الغربية وأتقدم بأحر التعازي لذوي شهداء قناة الميادين النشطة. شكرا جزيلا شكرا لك. مشاهدينا الكرام هذا الحوار الخاص مع معالي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين أمير عبد انتهى شكرا لمتابعتكم إلى اللقاء